من يومين توفى لاعب كمال الأجسام الألماني الشهير جو ليندر. جو ليندر ما كانش عمره يتعدى 30 سنة. سبب الوفاة زي ما قالت صديقته، قالت إن هو أنوريزم أو تمدد في الأوعية الدموية، رابتشر يعني بيبقى انفجار في الأوعية الدموية، وكان عنده مشاكل في العنق. وكان الحقيقة طبعا لا يوجد شيء رسمي بيقول ان هو توفى بسبب المنشطات او المكملات الغذائيه، لكن هو كان قال ان هو من فتره كان بيتناول هذه المكملات وتوقف عنها لمده ورجع لها مره اخرى. فمن هنا ابتدى الكلام وابتدى السيرش في السوشيال ميديا وفي الاوساط الرياضيه، طب ايه اللي ادى لوفاه لاعب كمال اجسام؟ عارف صحته اكيد، بيكشف عند دكاتره بشكل مستمر، ايه اللي ادى ده؟ هل المنشطات والمكملات الغذائيه كانت سبب من اسباب التمدد في الشرايين او في الاوعيه الدمويه ولا لا؟ قبلها يعني جو ليندر مش الحاله الوحيده من الرياضيين اللي بيتوفوا احيانا بسبب المكملات واحيانا باسباب اخرى، يعني جورج بيترسون برضو توفى سنه عنده 37 سنه، لوك وود عنده 35 سنه، دانيال الكسندر 31 سنه. في لاعبي كمال اجسام كثر توفوا وهم شباب، وكان اول سبب دايما في الصحافه هو المنشطات والمكملات الغذائية. هل يمكن أن تسبب المكملات الغذائية والمنشطات للوفاة؟ هل بعضها بيكون آمن؟ هل ممكن للدكاترة إن هم ينصحوا بتناولها؟ احنا بنتكلم في ده كمان في الصيف، واحنا داخلين بقى الشباب كله عايز يروح الجيم، عايز يعمل فورمة لجسمه، عايز العضلات يبقى شكلها كويس، السيكس باكس، كل الكلام ده مهم. الشكل، الشباب كتير بقى بيروح الجيم، ودايما في الجيم دايما في مكملات غذائيه. يرجعوا لنا كده البيت كده جار كبير او بطرمان ضخم كده يقول لك مكملات غذائيه، انا كل ما اجي لي البيت ده اروح راميها مكملات غذائيه، وغاليه جدا على فكره. فاحنا النهارده هنتكلم مع الدكاتره ومع ايضا المدربين، مدربين لياقه، ازاي نعمل جسم سليم، جسم رياضي، نعمل فورمة الساحل برضو ولكن دون خطر على الصحة. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، دكتورة ياسمين نور الدين استشاري التغذية العلاجية وتغذية الرياضيين، الكابتن منير قنصو مدرب اللياقة البدنية، وكابتن كريم عبيد مدرب اللياقة البدنية أيضا. كابتن كريم، هبتدي بحضرتك. ازاي يعني، مش عايزه اقول ازاي، ولكن انوريزم ده اللي هو التمدد في الشرايين، هل ممكن ياتي من ايه؟ ايه اسباب؟ وانتوا اكيد بتتعرضوا ده وبتسمعوا عنه في اللياقه البدنيه وفي اللاعبين. بالظبط، هي اول حاجه بتقابلنا اللي هي الحاجات الوراثيه. بيبقى في ناس كتير عندهم مشاكل وراثيه عن طريق العيله بتاعتهم او حد من قرايبه عنده مشكله معينه وبيبتدي يورثها معاه. طبعا لما بنيجي ناكل بطريقه غلط او ناخد مكملات غذائيه من غير ما نتابع مع دكتور او طبعا نتجه للمنشطات، بيبقى معرض لريسك كبير او لان هو بيعرض نفسه لخطر كبير انه يحصل له مشاكل صحيه بسبب ان هو اوريدي عنده حاجات وراثيه، او لو حتى ما عندوش وارد طبعا المنشطات تعمل له مشاكل، او لو هو ما بيمشيش الموضوع بطريقه مناسبة مع دكتور ان هو ياخد نظام غذائي كويس او ياخد مكملات غذائية مع دكتور فاهم في الموضوع وجسمه كمان يكون محتاج. طبعا وطريقة التمرين بتفرق كتير جدا، يعني في ناس بحس ان هم بيجوا ياخدوا حاجات بتدي طاقة في التمرين ويخش يتمرن تمرينة بتخلي الهارت ريت عالي اكتر، فطبعا ده كله ممكن يعمل له مشاكل صحية مع الوقت، او هو ما بيبقاش حاسس كمان ان عنده مشكلة، وخصوصا احنا كرياضيين بيبقى عندنا اوجاع في الجسم كتير. فقبل يعني مثلا الناس اللي بتموت دي كان عندهم مشكله كبيره جدا بتقابل اي حد فينا بيلعب رياضه، ان هو بيصحى من النوم او خلص تمرين بيحس بوجع في حته معينه، فاحنا بنحس الموضوع دوت على طول. فممكن يفتكروا عادي، يفتكروا عادي ان العضله دي فيها كرامب مثلا، شلت الوزن بطريقه غلط، فيبتدي يبقى فاكر الموضوع عادي، غير لما يبقى انسان اوريدي ما بيتمرنش فقاعد في البيت حاسس بوجع مثلا في رقبته،
فيبتدي يقلق، فهيبقى عايز يروح لدكتور يكشف. انما احنا بننام الوجع نصحى عادي، عادي عادي بالنسبه لنا. كابتن منير، هل واجهتوا، هل في حياتكم شفتوا حالات مشابهه، يعني ناس بتتوفى نتيجه مش عايزه اقول مكملات، ولكن تدريب غلط، الام بتيجي غلط ومحدش بينتبه ليها، هل تعرضتوا لده؟ احنا ممكن ما تعرضناش لده، بس في المجال ده عامه في كتير، زي ما حضرتك قلتي في اول البرنامج ان في كتير على مستوى العالم بيموتوا في سن صغير جدا بسبب حاجات زي كده. بس دي برضو ترجع لاسباب كتير، منها زي الراجل ده توفى، بس ده كان عنده مرض جيني، وعمته نفسها كان جالها نفس المرض وماتت قبل قبل ما هو يتوفى، ممكن شهر مثلا حاجه كده. فهو مرض وراثي، مرض وراثي اللي هو تمدد في الاوعيه الدمويه. لكن برضو قصه المكملات والمنشطات كده كده ممكن تكون سبب ان هي برضو تزود، زي ما كريم قال ان هي ممكن تبقى سبب ان هي تخلي الموضوع يبقى فيه نسبه اعلى يعني. بس لكن ايه الفرق بين المكملات وبين المنشطات؟ لا، في فرق كبير قوي يعني. المكملات دي اسمها مكمل غذائي، يعني حاجه بتكمل الاكل بتاعك. يعني الواي بروتين اللي هو الطب اللي حضرتك كنت بتقولي عليه ده مثلا، ده المفروض بتغذي احتياجك من البروتين بيه. فانت لو انت اوريدي بتاكلي مثلا احتياجك من جرامات البروتين من الاكل عادي، من الفراخ واللحمه وهكذا، مش محتاجه ان انت تاخدي واي بروتين. فهو حاجه بتساعد لو حضرتك مش بتلحقي تاكلي او مش بتقدري تاكلي الكميه المطلوبه. بس دي المكملات، وفيتامينز طبعا وحاجات مشابهه يعني. انما الهرمونات او المنشطات دي قصه مختلفه تماما. دي حضرتك بتدخلي جسمك حاجه بره جسمك تماما، وحاجه جسمك مش متعود عليها، فطبعا الرياكشن بتاع الجسم بيختلف من واحد للتاني. ممكن حد جسمه يتحمل حاجه زي كده، ممكن حد تاني جسمه ما يتحملش. فالمنشطات دي ممنوعه طبعا كده كده طبعا ممنوعه يعني. لكن المكملات، المكملات مسموحه، مسموحه دولي. وحتى لو حضرتك برضو بصيتي على الطب بتاع البروتين او ايا كان، هتلاقي دايما مكتوب consult your doctor first. فبرضو ايا كان اي حاجه بتاخديها بتراجعي طبعا مع الدكتور بتاعك. انما المنشطات طبعا حاجه مش مسموحه. دكتوره ياسمين، دايما في الجيم او في بيلعب رياضه لازم يكون في دكتور تغذيه موجود، دور الدكتور هنا ايه بقى؟ خليني بس اوضح لحضرتك الاول ان في زي ما حضراتكم قلتوا ان في مكملات غذائيه كتيره قوي، في حوالي اكتر من 50,000 نوع مكمل غذائي، مش كلهم وحشين ومش كلهم استخداماتهم للسبورتس او لتغذيه الرياضيين، في حاجات ميديكال مهمه قوي نحتاج فيها المكملات الغذائيه. بالنسبه للتغذيه الرياضيين دي بتبقى حاجه يعني مهمه قوي، والسبلمنتس بالذات في نوعين، سبلمنتس سيف بس برضو لازم تبقى تحت إشراف الطبيب، هو اللي بيحدد إذا كنا محتاجينها ولا لا، أنا عندي مشاكل أو اللعيب اللي جاي أو الترينين اللي جاي محتاجها أصلا ولا لا، هل هتساعده ولا لا، هل هي سيف ولا لا، وهل هي ليجل ولا لا. دول أربع حاجات مهمين قوي لازم أحطهم في اعتباري لو أنا قررت أدي سبلمنتس لأي مكملات غذائية غير الليجل، يعني غير قانونية. الليجل بتبقى حاجات فيها هرمونز أكتر وستيميولنس، بتعمل ستيميوليشن أو بتنشط الجهاز العصبي أكتر، وبتبقى طبعا ممنوعة في حاجات كتيرة قوي يعني عالميا ممنوعة، بس مع الأسف لسه ستيل الناس بتستعملها وبتبقى مصرة أنها تستعملها. ليه بتستعملها؟ عشان الإفكت بتاعها بيبقى سحري، هي بتقلل الكتلة الدهنية بشكل سريع جدا، بتزود الكتلة العضلية بسرعة جدا، بتحسن البرفورمانس وبتدي له انرجي رهيب. في ناس حتى لما بيبقى في قبل الكومبيتيشن بيقول له خدها وبعدين نبطلها شوية، عشان لو هي يعني ممنوعة قانونا يعني، او عشان رولز بتاعت اللعبه، وبيقول له سايد افكتس نعالجها بعدين. مع الاسف معظمها الموست كومن سايد افكت بتاعها سادن ديث، الموت المفاجئ، فدي ما بيبقاش يعني ليه بقى؟ ليه؟ عشان المكونات اللي موجوده فيها، يعني من الحاجات مثلا الباند اللي ممنوعه خالص ماده اسمها الاي اس، دي من التستوستيرون. بس لما بناخدها بجرعات زياده بتعمل مشاكل كتيره جدا، هي بتحسن والافكت بتاعها سحري وبتعمل شيب كويس جدا، بس مشكلتها ان هي بتدمر تقريبا كل اجهزه الجسم، من اول المخ بتاثر، بتعمل جلطات، وعلى القلب بترفع الضغط مره واحده، وممكن ده اللي يكون حصل له، هو عنده اوريدي يعني قابليه ان يكون عنده انيوريزم فحصل له رابشر لما الضغط عالي مره واحده، فدي بتبقى مشكله كبيره، بتاثر على الكبد بتعمل كانسر، بتاثر على الكلى بتعمل فشل كلوي،
بتأثر على كل حاجة. وفي الرجالة طبعا بتعمل عقم ومشاكل تانية كتير، وفي الستات كمان، لأن في ستات كمان بتحب تاخد السابلمنتس دي. من الحاجات برضو اللي ممنوع الجروث هرمون، اللي هو هرمون النمو، بيتاخد في الأطفال في حالات معينة بدوزز معينة وبإشراف الطبيب برضو. طبعا في الجيم بيتاخد بكميات كبيرة جدا جدا، ومفيش دكتور هيقدر أو يقبل إن هو يدي للترينيل الجروث هرمون، فهو بيضطر ياخدها كمان من ورا الدكتور. يعني حتى لو جالي وأنا قلت له لا، هو خلاص هو قرر يعمل كده فبياخدها. دي برضو بتعمل مشاكل كتير جدا. هرجع للتغذية بس كابتن كريم، يعني بيجي لك حد عايز يتمرن، فنان او شخص عادي او كذا، انا داخل فيلم او داخل مثلا مسابقة، بلاش الرياضيين، حد داخل عايز بقى جسمي بالشكل الفلاني، واحنا بنشوف فنانين كتير جدا على طول دلوقتي بيتصرفوا في الجيم، ودي حاجة كويسة. هنا بقى ان انا عايز بسرعة قدامي شهرين لازم ابقى في الفورما بتاعت الفيلم بالزبط. اللي هو عضلات، هي دي المشكلة اللي بنقابلها، ان الناس بتبقى ضغط علينا جدا في حتة ان هو بيبقى عايز يتغير بسرعة. ولو ما شافش تغير سريع بالنسبة له المدرب فاشل. فدي فاشل على طول المدرب هو اللي فاشل، مش هو اللي ما خدش وقته، لان هو بيبص على مدرب تاني بيدي للناس منشطات ويلاقي ان هو عمل تغير في الجسم سريع فيبتدي يروح له. ما هي دي المشاكل اللي بنقابلها، ان كل واحد بيبقى عايز يتغير بسرعه، فبيبتدي يبتدي يبص انا هاخد ايه يسرع لي النتيجه دي، يعمل لي نتيجه بسرعه، يخليني اتغير خلال شهر او شهرين. ودي مشكله لازم الناس تاخد بالها منها، ان انت ما تبقاش مستعجل على الشكل بتاعك، لان عشان اتغير بطريقه طبيعيه تاخد وقت. قد ايه مثلا كابتن مدير، قد ايه مثلا يعني عشان اعمل البودي بيلدينج الشكل بقى اللي هو حضراتكم فيه ده العظيم، اللي شكل اللي انتوا موجودين فيه ده، قد ايه بياخد وقت؟ حسب برضو، يعني كل بني ادم غير التاني، والستارتنج بوينت مثلا بتاعت شخص غير ستارتنج بوينت بتاعت حد تاني. هي بس الفكره زي ما كريم قال، ان كله عايز الايزي فيكس، انا عايز في شهر ابقى فورمه، وهي مش كده. يقول لك انا عايز ابقى فورمه، هي مش كده. يعني انا وكريم بنلعب رياضه من زمان، فعشان كده وبتلعبوا باستمرار بالظبط، وبقالنا سنين، وكل سنه بنتحسن عن السنه اللي قبلها، والشغل بتاعنا يعني 16 سنه بمرن، 16 سنه بتمرن، فالموضوع بياخد وقت كتير، بياخد وقت بالزبط. فلما يجي لك حد يقول لك انا عايز ابقى فورمه، هو بيبقاش بيتمرن بعد شهر بتعمل ايه يا كابتن مولي؟ لو هو شخص مثلا عمره ما اتمرن قبل كده، عادي بكون واقعي معاه، اللي هو انا مش عارف اخليك فورمه، او ما اقدرش اديك تايم كاب اللي هو انا هخليك في 3 شهور تبقى فورمه، هنا بقى ما اقدرش اعمل ده. هنا بقى بيخش، طب ما تديني حاجه. ايوه صح، بنقابل ده اكيد طبعا. اكيد اكيد طبعا. بس ما هو برضه في الاخر انا دي وجهه نظري، وانا مش مقتنع غير بده، فانا معاك لغايه اما توصل للهدف اللي انت عايزه، ايا كان هو هياخد وقت قد ايه. انما لو انت عايز حاجه سريعه، يبقى انا مش الشخص المناسب. طب كابتن كريم، يعني مثلا لما يقول لك طب انا شفت فلان كذا، ما تديني طب حاجه كده تسرع، انا بس مستعجل عندي كده، واوعدك بعد كده مش منشطات ممنوعه جدا. مكملات غذائيه بيبقى عندنا في كل اماكن الجيمات الكبيره او الاماكن الكبيره، بيبقى في دكتور متواجد، دكتور بينصحه بطريقه صح، يقول له اعملي التحاليل الفلانيه، يمشي له على نظام كالوريز مناسب، هيحس بنتيجه، اسرع نتيجه مناسبه لجسمه. كل واحد جسمه مختلف، في حد بيجي شهر فعلا يتغير، وفي حد بيجي يفضل 3 شهور بياخد وقت. على حسب طبيعه جسمي، على حسب كنت بعمل رياضه وانا صغير ولا لا، بحافظ على نظام اكلي ولا لا. الناس اللي بتعملش رياضه وهي صغيره بالزبط. ما بتتغيرش بسرعه، بتاخد وقت علشان طبيعي تتغير. اكيد. ولازم نبقى عارفين ان المشاكل الصحيه بتيجي باسباب كتير جدا، مكملات، حتى الاكل الغلط. يعني لو انا باخد مكملات بطريقه غلط، او باكل باسلوب غلط، ممكن اكل اكل فيه نسبه دهون عاليه تعمل لي مشاكل صحيه برضه. وهنا بقى دكتوره ياسمين يجي دورك، يعني مثلا بيجوا الكباتن يقولوا لك ان يعني الاول لازم نعمل تحاليل، يعني قولي لي بقى الخطه اللي بنعملها الغذائيه، وهل ممكن الاكل يعوض المكملات دي، ولا المكملات ممكن تبقى ارخص؟ ما هو اللحمه غاليه، ومش هنقعد ناكل لحمه.
ده بياكلوا لحمه كتير قوي عشان يبقوا ما هي دي مشكله كبيره. مهم قوي انه الموضوع يبقى تيم والتيم كله فاهم. فما شاء الله هم عندهم يعني معلومات كويسه جدا، مش كل الترينرز عارفينها مع الاسف. فدي مهمه قوي ان الترينرز يبقوا عارفين البيزكس بتاعه النيوتريشن، ويفهم الولد اللي جاي انه لازم تروح لحد يعني متخصص تغذيه عشان يفهمك ممكن تعمل ايه. مهم قوي ان انا ابقى افهمه ان مفيش سوبر فود ولا اكل سحري. انت بتتمرن رياضي، تعالى بقى انت هتاكل الاكل ده. هم حاصرين التغذيه في السبلمنتس اللي مسموح بيها، اللي هي فيها الواي بروتين، الامينو اسيدز والحاجات دي كلها جزء من البروتين. الاكل اللي محتاجينه كلنا ومنهم الرياضي نشويات وبروتينات ودهون واملاح ومعادن وميه او سوائل. فهم كلهم بيجوا حاصرين الموضوع في الحته دي. الوجبه بقى احكي لي كده، نفطر ايه يعني؟ 10 بيضات نفطر ايه؟ هي دي المشكله. نتعشى ايه؟ انا المفروض نسبه البروتين ما تتعداش عن 2 جرام لكل كيلو من الوزن بير داي، وتبقى متوزعه على مدار اليوم، لان الجسم في الوجبه بياخد من 20 ل 30 جرام. هم بيبقوا متخيلين انا هاخد السكوب مثلا اللي فيها 20 جرام. طيب انا لو خدت صدر فرخه بس، اديني من الاول صدر فرخه الصبح. انا مش هفطر صدر اوكي فرخ. لا انا بتكلم كاكزامبل للسكوب. لا اديني من الفطار. اكل عادي إيه؟ جدا زي ما احنا كلنا بنفطر، هناكل عيش وهناكل، بس طبعا الكميات بتتحدد حسب البادي كومبوزيشن. بيض وممكن فول وجبنه وكل الحاجات دي مهمه جدا، وفيها بروتين وفيها البرانش شين امينو اسيدز والواي بروتين. تمام. فالفطار عادي. طبعا الفطار ضروري. بالظبط. ولا مش ضروري؟ لا ضروري طبعا. احنا لازم ناخد 3 وجبات مع وجبتين خلال اليوم، يعني 5 وجبات تقريبا، بلس بقى لو في بري ورك اوت سناك، دي اللي بتبقى قبل التمرين بساعه او ساعتين، وبوست ورك اوت سناك. دي كل الاكل كلها بتبقى متوزعه ومحسوبه كويس جدا. فهو بيبقى في فطار قوي. رحنا الجيم، افرضي عندنا ورك اوت جيم، فناكل ايه قبل الجيم؟ قبل الجيم لازم تكون الوجبه الاساسيه قبلها بثلاث لاربع ساعات، ما ياكلش وينزل على طول، عشان دي هتاثر على البرفورمانس وهتخلي عنده غثيان وادائه مش هيبقى كويس. البري ورك اوت سناك مهم قوي قوي، يبقى فيها نشويات 4-1 للبروتين، يعني اربع اضعاف البروتين. اللي هي البروتين بار دي ولا ناكل؟ ممكن ناخد بروتين بار، بس احنا عندنا الاكل ربنا ادهولنا، يعني ممكن ناخد مثلا توست وجواها جبنه او تونه او اي بروتين، حاجه بسيطه. دي قبلها بساعتين. لكن افرضي ان انا بتمرن الظهر، يبقى لازم اخلي الغدا بعد ولا قبل؟ بفطر وبعد كده باخد البري ورك اوت سناك، وبعد كده بتمرن. ومهم برضو لو التمرين اكتر من ساعه، فانا بفقد ميه وبفقد املاح معدنيه كتير. فمهم كمان سبورت درينك، يعني لازم اخد سبورت درينك. ده بيبقى ده بيبقى ايزوتونيك درينك، بيبقى فيه معدل جلوكوز 8% تقريبا او اقل من 6 ل 8، ونسبه املاح بسيطه قوي. ده ممكن نعمله في البيت. هو ما بيتباع في انواع سبورتس درينكس، في ايزوتونيك وفي هايبوتونيك وفي هايبرتونيك. ما تقولي لي كده نعمله في البيت ازاي؟ نعمله في البيت ازاي؟ هنجيب 4 برتقانات نعصرهم ونكمل عليهم لتر وربع معلقه ملح بس، ورخيص وما فيهوش اي مشكله. ونحطه في الكوبايه ولا بس كده في كل ربع ساعه ناخد بقين ربع لتر. يبقى انا في الساعه الثانيه بعد الساعه الاولانيه خدت الجلوكوز اللي هيحسن البرفورمانس بتاعي. بعد التمرين انا محتاج حاجه فيها نشويات او كربوهيدرات بس بتعلي السكر على طول عشان اعوض الجلايكوجين. احسن حاجه طبعا التمر، ده سوبر فود. هقول لك ناكل تورته؟ لا جاتوه. لا 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 بلح. احنا بناخد حاجه هيلثي، ممكن بلح، ممكن عسل، وممكن طبعا سويت بوتيتو فيها فايبرز، هي كربوهيدرات وفايبرز، دي برده كويسه قوي. واي بروتين، ممكن لبن، او بنعمل ميلك شيك. انا دايما بقول لهم ميلك شيك ده اسرع حاجه. ده الميلك شيك ده ما بيتخنش من غير سكر؟ من غير سكر. وبعدين العشاء بقى. وبعد كده العشاء، كل ده انا ببقى حاسبه. اول حاجه هو لما بيجي لي في الاوف سيزون او قبلها بمده، عشان اعرف تكوين جسمه ايه، وعنده قد ايه دهون وقد ايه عضلات، ونوع جسمه ايه، هل هو عنده قابليه انه يجين عضلات بسرعه او يعني يزيد عضلات بسرعه ولا لا. ففي فاكتورز كتيره قوي لازم اشوف تحاليله، عنده مشاكل ولا لا، ممنوع عليه رياضه ولا لا، والرياضه قد ايه. طب كباتن، يعني دلوقتي انتوا بتشوفوا الكتله اللي اسمها ايه، الكتله الدهنيه والكتله العضليه، بس بجد يعني العضلات دي بتتبني في قد ايه؟ ما هو ده يقول لك لازم هرمونات وكده، بتتبني في قد ايه؟ ممكن تتبني بالتدريج. احنا عندنا 3 مراحل.
في مرحله اللي هي الطبيعيه خالص، اللي هو حد بيتمرن بيوصل لمرحله بناء عضلي لمرحله معينه والجسم ما بينموش بسهوله تاني، يعني بيبقى الموضوع صعب جدا، ودي عادي جدا، بيبقى شكل الجسم كويس جدا، شكله رياضي صحي كويس جدا، لان هو مش مدخل اي حاجه من بره. في بعد كده مرحله بعد كده ان حد بيبتدي يبقى عايز شكله اكبر شويه، بيبتدي يدخل نظام الاكل بتاعه وبيتابع مع دكتور ان هو يبتدي ياخد مكملات غذائيه، لانه خلاص ابتدى يدخل الوجبات اللي الدكتور قالت عليها اللي هم 5 وجبات. بس هو محتاج حاجه تاني عشان تزق المسلز تاني، تغذي العضلات تاني. السؤال بقى المسلز دي لو انا وقفت المكملات الغذائيه المسلز دي بتفش طبعا، لان هي جوه العضلات بيبقى فيه الاكل اللي احنا بناكله اللي هو البروتين، كربوهيدرات، والاملاح اللي هي الدكتور قالت عليها، المشروب اللي احنا بنعمله عشان بيبقى فيه املاح معدنيه، وفي الميه. لو انا ما بشربش ميه كويس جوه العضلات ما فيش ميه فهتقل. لو انا مش باكل بروتين كويس جوه العضلات في بروتين فهيقل، ما باكلش كربوهيدرات كويس هيبقى برضو هتقل. فانا لازم طول الوقت افضل اعمل كده. احنا لما بنيجي الكلاينت يتمرن عندي او اي حد بيجي يتمرن في الجيم هو بيكسر العضلات. احنا دورنا التغذيه الاهم، التغذيه اللي هي 70% من النتيجه، ان هو يدخل الاكل اللي يرجع يبني الالياف العضليه تاني فتبقى في شكل مختلف او في حجم مختلف. كابتن منير انا عارفه ان انت بتمرن مجموعه من المشاهير، يعني بتمرن سقه، بتمرن دره، بتمرن مين كمان؟ وعلاء الشربيني، شيف علاء الشربيني. وكمان شيف علاء الشربيني يعني بياكل ويجي يتمرن؟ لا بتاكلنا شيف علاء بتاكلنا وتيجي تتمرن، مش معقوله كده. بس هو على فكره مركز جدا في اكله فعلا. وكابتن كريم انت كمان يعني شويه عندك شويه برضه. طب قولي مثلا بيجي لك سقه يقول لك ما سقه ده جسمه عظيم ما شاء الله عليه، وبرضه بيبقى عنده ادوار قويه وبيبقى عنده حاجات، هنا بقى في كل مره بيقول لك مثلا عايز اعمل كذا، هنركز على كذا. بس هو اوريدي عنده البيز، يعني هو جاي اوريدي، هو بيتمرن من زمان. يعني سقه انا من اول ما اتولدت وانا بشوفه على التلفزيون وهو فورم، ده حقيقي. فهو اوريدي عنده البيز، فهو ممكن لو عنده فيلم او عنده حاجه فبيبقى مركز بس اكتر، يعني بيدي اهتمام اكتر للجزء ده من حياته. كم ساعة بقى؟ بنحتاج كم ساعة عشان نبقى فورمة دي؟ لا عادي يعني حسب برضو، هو يعني عادي ممكن تمرن ساعة ساعتين في اليوم؟ مش في الاسبوع؟ لا في الاسبوع صعبة قوي دي. هل السن بيختلف؟ يعني اللي تحت ال 18 يختلف أكيد تمريناتهم على اللي فوق 40 مثلا سنة؟ بالظبط. انا اول ما بيجي لي حد بعمل له فيتنس تيست في الاول. الفيتنس تيست ده بيديني الدرجه اللي هو الليفل اللي هو فيه، المستوى اللياقه البدنيه بتاعته، وبعد كده ببتدي اعمل له البرنامج بتاعه المناسب. لو انا ضغطت قوي او زودت يبقى انا ممكن اضره، ولو عملت طبعا خفيف قوي عن الليفل بتاعه يبقى هو مش هيتحسن. فهي شطاره المدرب ان هو يوصل او يعمل برنامج تدريبي مناسب للشخص اللي قدامه، على حسب السن، على حسب الرياضه اللي بيلعبها لو كان بيلعب او لو ما بيلعبش رياضه. وابتدي اقنعه ان هو هيتغير، بس الموضوع لازم ياخد وقت قد ايه؟ يعني قول لي يعني حد جاي لك مش بيلعب رياضه تمام، هقول لك انا بعمل ايه بالظبط. ساحل ولا فورمه بالظبط، سكس باكس بالظبط. انا ببتدي طبعا لو انا ما اعرفوش ما ببقاش عارف هو هيتغير امتى، فلو قلت له اي اجابه يبقى انا بضحك عليه اكيد. فانا بعمل ايه؟ انا ككريم بقوم جايبه بديله شهر الاولاني نظام اكل، بخليه مع الدكتوره تديله نظام اكل مناسب، اخده في التمرين اعمل له برنامج كويس، اشوف التزامه قد ايه بالبرنامج. التزم 100% وعمل نتيجه، بناء على النتيجه دي بعمل له التيست اللي هو الجهاز اللي بيقيس لي نسبه الدهون ونسبه العضلات. في جهاز بيقيس الكلام ده كله، بيطلع لنا كل حاجه في الجسم بنسبه 95% صح تمام. واحنا عايزين نسبه الدهون لنسبه العضلات قد ايه يا دكاتره؟ هي كل يعني حسب كل جسم في كل عمر، انا بشوف هو حسب وزنه قد ايه. انا المفروض في برسنتج دهون ما اقلش عنها، يعني مثلا في الميلز لو هو يعني بيتمرن كويس قوي ما اقلش عن 5%، وفي الفيميلز مش او في 5% كام؟ 5% من توتال الوزن بتاع الجسم،
والستات دول بقى اللي هم المحترفين يعني مش اقل من 10%. طب والستات العاديين كلميني. ايوه كده. العاديين بقى احنا مشكلتنا حاجه ان الرياضه احنا بنعملها كهدف عشان اوصل لحاجه معينه، هي لايف ستايل. انا جاي عايزه اتغير، عايزه اتغير عشان افضل اعمل رياضه على طول مش عشان اتمرن بس في الصيف، فهي لايف ستايل. انا بشوف البادي كومبوزيشن عامل ازاي او تكوين جسمه عامل ازاي، لو في دهون الاول زياده فانا بقلل له الدهون، ولو هما بيعملش رياضه ما ينفعش تاني يوم ينزل جيم 3 ساعات مع ترينر. انا بقول لها لو انت مش قادره اتمشي حتى مدد قصيره قوي 10 دقائق في 10 دقائق في 10 دقائق، انا بتمشى طول الوقت. احسن حاجه ماله المشي فعلا، ده احسن حاجه المشي، وممكن على مدى القصيره ان احنا مش فاضيين بالظبط، ما بنلحقش بنمشي بالزبط. نفضل نمشي نمشي، فان احنا نبقى فيزيكالي اكتف دي حاجه كويسه، ان احنا نتحرك، ان بعد كده ان عشان احولها من فيزيكال اكتيفيتي لاكسرسايز لازم تبقى حاجه منظمه وبلاند، لازم تبقى متخطط لها حتى لو المده صغيره، لو انا مشيت عليها مده طويله احسن من ان انا اروح الجيم اسبوع واثنين واكتئب وبرده اما بكتئب مبدئيا، بس يعني برده الاكل بالنسبه للسن مثلا اللي هو النمو اللي هو 18 سنة في الأعمار دي يختلف عن الأكل مثلا بتاع طبعًا. 40 سنة أو فوق 50 سنة أو كده. في السن طبعا بتاع النمو من أول ما الطفل بيتولد مهم قوي إن أنا أخد بالي من وزنه، مش كل ما يزيد وزنه دي صحة وحاجة كويسة، بنعمل حاجة على الجروث تشارت بنشوف طوله وبنشوف وزنه لحد 19 سنة، ده بالنسبة لي طفل. انا بفضل اقيس طوله والنمو بتاعه، عشان كده حتى السبلمنتس السيف الكويسه انا مش محتاجه اديها الولد تحت 18 سنه، مفيش اي داعي يخليني اديله سبلمنتس تحت اي يعني ظرف من الظروف تحت 18 ممنوع. سنه ممنوع نو سبلمنتس ممنوع السبلمنتس او اللي هو المكملات الغذائيه بالزبط. ممنوعه بالزبط. طب لازم اخرج فاصل بس عايز اسال الولاد في النادي في جيم في النادي أكيد. فكتير مثلا اطفال صغيرين يقول لك نروح نلعب في النادي، هل ده سليم ولا مش صح ولا ايه كابتن؟ ان هما يتمرنوا سنهم اصغر من 18 سنه يتمرنوا عادي. في الجيم عادي بس لازم تحت اشراف اكيد شراف. اكيد لازم يبقى اي جيم مع نفسه كده وخلاص، غلط ما يعملش حاجه اي غلط. جيم دلوقتي حاطط قانون ان هو تحت 18 سنه لازم يبقى معاه مدرب يعمل له برنامج مناسب ليه، عشان لو هو عمل حاجه غلط في السن ده هتاثر عليه بعد كده اكيد. طيب اسمحوا لي نخرج فاصل قصير ونرجع نواصل، الحقيقه انه ده حوار مهم جدا، اهم ما فيه مش بس المكملات الغذائيه عشان هي خطيره طبعا ولازم مش خطيره لازم ناخدها دايما تحت اشراف طبيب، ولكن الاهم منه انه الرياضه يجب ان تكون اسلوب حياه، هو ده اللي بيخلينا نشعر بصحة وجودة حياة جيدة. مش مهم بقى فورمة الساحل والعضلات وكده، دي برضو في ناس بتحب تعملها، لكن المهم ان الرياضة نفسها تكون اسلوب حياة بالنسبة لها. فاصل ونرجع. المكملات الغذائية المنشطات اللي عايزين نعمل فورمة بجسمنا فورمة، ولازم ازاي نحقق ده واحنا بنحافظ على صحتنا ونحافظ على الغذاء. ومرة اخرى انا ما تهمنيش الفورمة، انا يهمني ان الرياضة تكون اسلوب حياة في النهاية. معانا المدرب اللياقة البدنية المعروف كابتن نور خطاب، مساء الخير يا كابتن نور. مساء الفل يا دكتور، ازي حضرتك عاملة ايه؟ ازي صحتك؟ انا عايزة اسألك على المكملات الغذائية، وانت شفت قصة جو ليندر اللي توفى 30 سنة جاله تمدد في الأوعية الدموية، واحنا عايزين نحذر من استخدام المكملات بدون اشراف طبيب وبدون اشراف مدرب. انت ايه رايك في استخدام الهرمونز والمنشطات والمكملات يعني علشان بسرعه نوصل للفورمه اللي احنا عايزينها؟ الاول برحب بحضرتك وبرحب بكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي، وطبعا شرف كبير لنا مع حضرتك النهارده. شكرا. هو اول حاجه هو الناس للاسف الشديد في حاجات لازم تتعمل قبل ما يبداوا يخشوا في الكلام ده، لازم يبقى فيه اشراف طبيب، لازم يتعمل تحاليل وحاجات اسمها دلالات اورام، في حاجات كتير قوي لازم الناس تتابعها قبل ما يبداوا ياخدوا حاجه زي كده، وينفع ليهم ولا لا سنهم بوزنهم بالهيستوري بتاع العيله، حد عنده اي مشاكل صحيه. ما ينفعش ان هو فكره ان الناس تبدا تعمل حاجه بسرعه
او تاخد حاجات سريعه جدا سواء الهرمونز او التستوستيرون او الحاجات دي كلها تتاخد بكميات كبيره زي اللي حصل مع جوف في حصل تمديد للاوعيه الدمويه بسبب الافراط في التستوستيرون. حصل ان الهضمي كان قعد فتره طويله جدا بيحصل اخذ للتستوستيرون، حصل مشكله عنده. ممكن يحصل لاي حد كده، لازم يروح لدكتور، الدكتور يطلب منه تحاليل معينه، وبعد ما يطلب التحاليل دي يبدا يشوف النسب اللي يقدر ياخدها ينفع او لا، وده ينفع لسنه وينفع لاي ظروف ممكن هو يمر بيها. التمرين، التمرين لازم يكون عامل ازاي، فتره التمرين، فتره النوم، طريقه اكله، اسلوب يومه عامل ازاي، دي كلها الايه الحاجات اللي بتتاخد سواء كان المكملات او الحاجات الهرمون اللي ممكن تتاخد. ممكن الواحد لازم يكون في اجواء يوميه هاديه عشان ما يبقاش طول الوقت مضغوط، لان الحاجات دي شويه بتخلي الهارت ريت شويه عالي، فالواحد بيبقى متعصب طول الوقت وضغطه عالي طول الوقت لو الاجواء اللي حواليه مش هاديه. بس كابتن نور، في ناس بتبقى عايزه، بالذات هؤلاء الرياضيين، هو عايز بسرعه، عنده مسابقه، عنده حاجه، هو كمان بيقلق لو شكله اتغير. يعني هو اكيد انا قريت على جو ليندر ان هو كان بطل السنه كلها، السنه كلها كان بيبقى ناشف. جو ليندر كان يعني السنه كلها يعني ايه ناشف يا دكتور؟ لا لسه ما بقتش دكتور ان شاء الله يا كابتن. دكتور هو حضرتك ناشف، يعني كل ما يبقى يعني بيقلل المايه من جسمه على قد ما يقدر، عشان تشوف لو شفتي شفت حضرتك المسلز عامله ازاي والاورده طالعه ازاي، تحس ان الجلده منها للمسلز على طول، ما فيش اي حاجه تحتيها، فدي درجه يعني نشفان عاليه قوي. هو بيبقى في ديفينيشن عالي قوي عشان يوصل لده، ده بيبقى قاعد طول السنه. يعني الناس حتى تلاقي ان كل ابطال العالم يبقى عندهم فتره كده خافين فيها، سايبين نفسهم شويه، وبعدين يبقى عضلاتهم مرخيه، يعني عضلاتهم مش لازم بنفس الشكل ونفس الشد. لا هو نجاح الراجل ده الفتره دي كلها والناس كانت مستغربه هو ازاي طول السنه كان عامل كده، وطول السنه كان ناشف النشفان ده، ولما كان بيحصل له اي يعني اي شويه دروب او شكله يتغير شويه كان يحاول بسرعه يبدا يركز ان هو يبدا يعمل سايكل تاني بشكل تاني عشان يرجع يوصل لنفس الشكل ده. فده اللي حصل. وبالتالي هنا مش المنشطات، هنا المكملات بقى ولا المنشطات هي اللي ادت لده؟ لا هي المنشط وضغطه عالي، عشان لما حصل الاوعيه الدمويه حصل لها تمدد، الضغط عالي قوي فحصل له المشاكل دي. المرض ده نادر جدا، المرض ده اللي يحصل تمدد للاوعيه الدمويه ده نادر، بيحصل بس لما بيحصل زي ما قلت لحضرتك افراط في التستوستيرون او في الهرمون. فلما بيحصل ان الجدار بتاع الاورده بيخف جدا، فيحصل ضغط الدم يبقى عالي، فممكن يؤدي لجلطات سكتات دماغيه او جلطات في القلب. كابتن نور، المكملات دي بتتباع عادي في يعني بدون روشته، بتتباع في في الجيم عادي كده، ولا المفروض انها تبقى باي بريسكريبشن بالروشته عشان مش اي حد يقدر يستخدمها؟ المكمل هو مش غلط، اسمه مكمل غذائي. يعني الدكاتره كلها، دكاتره النيوتريشن، دكاتره التغذيه بينصحوا كل لما بيبقى حد عنده حاجه اسمها نحافه، يعني في اولاد وبنات بيروحوا لدكاتره عشان يتعالجوا من النحافه، هم مش بيزيدوا، عندهم الميتابوليزم، عندهم الحرق عالي قوي، فبيروحوا للدكتور عشان بيقولوا مش عارفين ياكلوا بروتين كويس، مش عارفين ياكلوا اكل كويس، فالدكتور بيعوضهم بالمكمل الغذائي المناسب ليهم. دي يعني تحتيها 100,000 مليون شرط، المناسب ليهم، المناسب لسنه، المناسب لظروف الهيستوري بتاعت العيله. ما ينفعش يديله اي بيطلب منه تحاليل وبيطلب منه حاجات عشان ما يبقاش عنده مشاكل ولا في المعده ولا في القولون ولا حتى في القلب، فبيديله المناسب ليه عادي خالص، ما فيش اي مشكله.
ياخد جرعات بطريقه مناسبه ويتمرن ويديله برضه نظام غذائي يمشي عليه. طيب نصيحه بقى للي بيتفرجوا علينا من اللي عايزين جسمهم يبقى عظيم وكده بس مش عايزين طبعا نوصل لنتيجه جولندر. لا هو بكل بساطه الموضوع بسيط جدا. نوم كويس، تمرينه كويسه منتظمه تبقى في وقت معين في اليوم. ما يحاولش اي حد اللي هو وهو بيتمرن يتمرن مره الصبح ومره بالليل ويلخبط يومه. يعود العضلات على تايم، بس ممكن يغير جوه التمرينه نفسها، بس الميعاد يبقى ثابت. النوم يبقى بدري، الصحيان بدري، طريقه الاكل، الوجبات، الخمس وجبات المفروض الناس تاخدها، ياخد الكربوهيدرات امتى؟ اللي هو الرز والعيش والمكرونه والبطاطس. عندنا نوعين، معلش من مش طالع حضرتك، نوعين من الكربوهيدرات، عندنا الكومبلكس وعندنا السامبل. بناخد امتى الكومبلكس؟ اللي هو يدينا الطاقه، هو البنزين اللي هيخلينا نتمرن كويس، ده يبقى قبل التمرين، بعد التمرين ناخد البروتين. فننظم على مدار اليوم الخمس وجبات المناسبين. لما اقرب من الليل، من فوائد الليل، ما زودش كارب خالص، ممكن اخد السامبل بس مش الكومبلكس، مش المركب، ناخد الخفيف، او ما ناخدش خالص كاربوهيدرات، ونعلي البروتين على مدار اليوم، نشرب ميه كتير على مدار اليوم، نتمرن كويس. الموضوع بسيط جدا. لما نبدا ناخد حاجه، عايزين ناخد حاجه عشان احنا وصلنا لمرحله مش عارفين نزود عضلات او شكلنا ما بيتغيرش، لازم نروح للطبيب، لازم نروح لدكتور، لازم يعمل لنا الاول. بيروحوا يعملوا، حضرتك عارفه الامبادي، الامبادي اللي بيشوف نسبه العضلات قد ايه، نسبه الميه قد ايه، نسبه الدهون قد ايه، النسب دي كلها. ده اللي هيحدد لنا هنعمل ايه. انا بشكرك بشكرك شكرا جزيلا كابتن نور خطاب، طبعا مدرب اللياقه البدنيه المعروف. اذا نقول ايه للناس؟ وده برضه انا بالنسبه لي عايز انصح كل الناس لنقطه مهمه جدا، وهي ادمان المنشطات. عشان في ناس بتبقى فاكره ان انا ممكن اخد مره وخلاص، وده المنشطات فيها إدمان. ايه هو بقى الادمان؟ اللي هو قاله لنا جو ليندر في اخر بوست لي، ان هو ما كانش الهرمونات ما فيهاش ادمان، بس فيها ادمان الشكل. ان انا لما بشوف نفسي كبير ما بحبش اشوف نفسي بعد كده صغير. وهو ده اللي حصل له، ده اللي خلاه مش قادر يبطل، خلاه مش عارف ان هو يبعد عن الاتجاه ده، حتى لو هو عارف وهو كاتب ان هو ممكن يسبب مشاكل صحيه. هو ممكن كان عارف طبعا ان هو كاتب ان هو عارف انه ممكن نهايه الموضوع دوت ان حياته هتبقى قصيره، بس ما كانش قادر يبطل بسبب الادمان، ادمان الشكل، ادمان المرايه. ان اغلب الناس بتبقى حابه شكل جسمهم، الكومنت اللي بتجيله من الناس، انت عضلاتك انت خسيت ليه كده؟ ايه اللي حصل لك؟ هو دايما حاسس، وهو ما هو ده اللي بيحصل. الناس في وسط الهرمونات ما بيبقوش حاسين ان هم عندهم مشاكل، المشاكل بتبان بعد. الهرمونات الطبيعيه بالظبط بتعمل امراض نفسيه، بتعمل امراض نفسيه، والهرمونات اللي جسمه الطبيعيه اللي كان جسمه بيفرزها ما بقاش يفرزها. فهو مشكلته انه كان بياخد كميه تستوستيرون عاليه جدا، فالتستيرون الطبيعي بتاعه ما بقاش يتفرز بطريقه خالص، او النسبه بتاعته كانت قليله، فابتدى يخس عضلات، لان هي الهرمون ده هو اللي مسؤول عن زياده حجم العضلات. فطبعا لما بتاخديه بكميه كبيره 10 اضعاف اللي جسمك بيفرزها، عضلاتك بتكبر. بعد كده جيتي بطلتها، فالجسم متعود ان هو كان بيخش له من بره، ما بقاش يخش له، فخلاص العضلات بترجع تخس تاني، تنكمش طبعا. فابتدى يتجه ان هو ياخدها طول السنه بكميات قليله. احنا هنا بنتكلم يعني الهرمونات دي بتتباع في الجيم عادي، ولا المكملات هي اللي بتتباع في الجيم عادي؟ الهرمونز دي ممنوعه، فلو بتتباع دي قانونا بيعاقب عليها اللي بيبيعها واللي بياخدها الاثنين. الحاجات الثانيه المكملات او السبلمنتس زي البرانشين امينو اسيدز والكارنيتين والكرياتين والحاجات دي بتتباع في الجيم عادي، بس هي الفكره ان الحاجات دي موجوده في الاكل يعني وارخص. يعني احنا حتى بنقول اللحمه غليت والفراخ غليت، هي 3 ل 4 اضعاف، يعني لو قارنا الكميه بالفايده هي 3 ل 4 اضعاف السعر مقارنه بالاكل العادي. بلس ان انا لما باخد انواع معينه من الامينو اسيدز او البروتين من السبلمنتس دي، انا بحرم جسمي من الحاجات الثانيه اللي موجوده في الاكل العادي. يعني انا لما باكلش لحمه او فراخ، الفراخ مش بس فيها بروتين، فيها دهون مهمه وفيها فيتامينز وفيها املاح مهمه، فانا كده بدخل جسمي في سوء تغذيه، مش ان انا بحسن التغذيه. طب كابتن منير، نصيحه للناس اللي بتتفرج علينا بقى. الاستمراريه،
استمرارية أساسا إنك توصلي لأي حاجة أنت عايزاها. يعني لو الشخص بيتمرن كويس والتغذية بتاعته سليمة وبياخد المكملات المظبوطة اللي هو محتاجها هيوصل أيا كان إيه الوقت أو التايم كاب، مش فارقة خالص. ومن هو يفضل مستمر ويفضل مستمر سنين، لأن زي ما حضرتك كنا لسه بنقول إحنا كل سنة بنتحسن عن السنة اللي قبلها. أنا السنة اللي فاتت جسمي مش زي السنة دي، صحتي أحسن، بريفورمنس بتاعي أحسن، كله بيبقى أحسن. فهي الاستمرارية هي الأساس. بس دكتورة نصيحة للناس، ان انا لازم اعرف انا عاوز ايه الاول، وما احطش اكسبكتيشنز عاليه قوي وان انا عايز اعمل حاجات، واحط صحتي قبل اي حاجه. ولايف ستايل زي ما قلت لحضرتك في الاول، انا لازم اكل كويس عشان صحتي تبقى كويسه، ولما باكل كويس وصحتي كويسه هقدر اتمرن، والتمرين هيجيب نتيجه. التمرين والرياضه هي اللي بتجيب كمان الشيب مع الوقت، كل حاجه بتيجي تدريجي، نتائجها بتبقى ثابته وبتبقى واضحه وبتبقى صحيه. مهم قوي ان انا اتابع مع تيم وفاهم كويس قوي، سواء مدرب سواء طبيب سواء دكتور علاج طبيعي، هو تيم، واركز في ان الموضوع ده يبقى لايف ستايل عشان صحتي وعشان ابقى احسن. بالنسبه للمكملات بقى، انا يعني المعلومه الواضحه والاكيده ان احنا نسبه كبيره جدا جدا، يعني المعظم مش محتاج مكملات ولا سبلمنتس ولا هرمونز، محتاج ياكل اكل صحي بس. انا بشكركم شكرا جزيلا يا كباتن، كابتن كريم، كابتن منير، دكتوره ياسمين، وكابتن نور. طبعا يعني حبينا ان احنا نجيب بقصه جو ليندر لانه بنخاف على شبابنا، بنخاف كمان على الرياضيين الحقيقه ان هم يحصل لهم اي سايد افكتس او امراض، او لا قدر الله تصل الامور الى الوفاه، لانه في زي ما كابتن كريم قال ادمان المرايه. أنا عايز يبقى شكلي عامل كده، أنا داخل عايز فورمة شكلي عامل كده، أنا عندي فيلم، أنا عندي مسابقة، أنا عندي كذا. المهم بالنسبة لنا هو الحياة الصحية، وده لعموم الناس. يعني عايزين الشباب يروحوا الجيم، عايزين الشباب يلعبوا رياضة، عايزين الشباب جسمهم يبقى حلو وكويس، ولكن الصحة هي الأساس، وبالتالي استمرارية الرياضة زي ما كابتن منير قال هي الأساس، والأكل أهم كتير من المكملات. المكملات دي لازم محدش ياخدها إلا تحت إشراف طبيب ومدرب متخصص عارف بيديك إيه، لكن كل ده موجود في الأكل. بكرة 9 مساء الفرصة، تصفيات القاهرة، ما تنسوش، حلقة ساخنة جدا هتشوفوا فيها شركات مهمة ومنافسة قوية. قابلكم الأسبوع الجاي بإذن الله. هذه لميس الحديث، صباح على خير.